أوجاد يلابا والعادة ودمية شكرين على الصادر زافاتي ويا عمقها عمق ريمية شافت زوال علم غيراتي. مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي ديوانية الشعراء، ومثل العادة معنا عدد من الأخوان اللي اشتركوا معنا في حلقاتنا كالعادة. وأول ما اخترنا لكم في مستهل هذه الحلقة هذه الأبيات، وهي للأخ شبيب بن راشد، وهو سبغا قالها وهي بمناسبة الزيارة الكريمة التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لمحافظة الأحمدي، وهذا هو دورها. وكذلك من ضيوف برنامجنا لهذا الأسبوع هو الأخ الشاعر فلاح بن ضريان بن ثلاب الهاجري، وهو لأول مرة يشترك معنا. وكذلك من ضيوفنا الأخ عامر بن حماد بن سحلول والأخ شريدة فالح المطيري. وحنا بدورنا نرحب بالأخوان ونرحب في كل واحد أنه يحب يشترك معنا، والمجال مفتوح للجميع. ساكم الله بالخير. أخ شبيب بن راشد. نعم. حياك الله. حياك الله. أسمعني يا أخ شبيب الأبيات هذه اللي عندك اللي بمناسبة الزيارة. إن شاء الله. يقول: تكلم يا لساني بالمعاني بساعات الفرح سر وبياني، تكلم وانضم بيوت عجيبة اللي طوعت ما شيء عصاني، تكلم والفرح غنت طيوره وشاشع نورها فوق المباني، فرحنا في قدوم القايد اللي مجيه منطقتنا عيد ثاني. زيارتك الكريمة شرفتنا بها نستر ونقول الأغاني، هلا يا مرحبا ترحيب غالي عدد ما هل ودان الغشاني. أمير الدار قايدنا وابونا حنون ولو يشين الوقت زاني، ألا يا جابر إلا الشعب جابر عزيز الساس رفع المجاني، أمير حقق شعبه مرامه جميع اللي يريد الشعب كاني. كلامك وكل اللي يبى شعبك حصل له تقدم وازدهار بلا ماني، رفعت شعبنا مجد الحضارة وجعلت لهم من العليا مكاني، وهذه من سجاياك الحميدة وفيت العهد يا سهيل اليماني. ولا نقدر نعد اللي عملته، عملت الخير كله بالحساني، كلامك يوم قلت باي منكم وقلت لهم عيالي مخواني، وقلت الباب من دوني مشرع ولا ينصك عن قاصي وداني، غرست الحب قلوب تحبك قلوب صافية سر وعلاني. تزور الشعب كل في محله ولا مواطن يقول انه نساني، تفقد حالة المحتاج منهم وتسمع ما يقال من لساني. رعاك الله يا راع رعانا ولا حطيت دونك مكلماني، رعيت الشعب كل في حنانك بعطف ولطف من قلب وحناني. جميع الشعب عندك بس سوية ولا فرقت بين أول وثاني، حملت إن الرسالة بالأمانة بصدق وعرف وحقوق انتصاني، حفظت بلادنا من كل عابث وبذلت الجهد في عزم وتفاني، بحكم وحلم وسياسة رشيدة وعلم وفهم محد السناني، رفعت الراس وأكملت المسيرة وطورت البلاد بكل شاني، عسى ربي لنا يحفظ وجودك ويجيرك من صواديف الزماني وسلامتك. صح لسانك، صح لسانك وكلام واقع ومشوف. صح لسانك يا أخ شبيب. من قال؟ أخ فلاح بن ضريان. حياك الله، رفع صوتك ترى منك طلق ما يسمع، صوته بسيط وسمعه. طيب. بس عادة أنت مثل ما ذكرنا أنت ضيفنا لهذا الأسبوع وحنا نحييك ونحيي جميع الأخوان. الله يبارك فيك. ما ندري عاد إيش تختار لنا من القصائد النصائح اللي عندك، أنا سمعت عندك نصيحة. إيه نعم، عندي نصيحة تنطول الله عمرك والسامع والمستمعين، اشترطاها علي عيالي يقولون نبغي قصيدة تجمعنا فيها كلنا. إيه. وقلت لهم أنا مستعد أسوي قصيدة تجمعكم كلكم وفيها شروط من بعد القصيدة تبينها لكم. شو يقول؟ وهي تبين لكم في القصيدة. شو يقول؟ يقول بوصيك يا راشد وإخوانك وهادي، وصيت مني تراها مهمة، وصيت مفعولها لحصادي حصاد زرع الرب حلي لمه، ودليلها في راس عطني نادي، علمه مع أهل الطيب مهم بخمه،
ممشى على القادي وذب المبادي وشرب من الصافي قراح وجمع خمس تراها الاوله يا اولادي اركوا الاسلام وبعدها انتمه تحتاجها لقيت بين الاحادي وجاك المحاسب وانت جثه ورمه قبر وحيش فيه خير وزهادي احدم فرح وسرور واحدم بغمه احدم بعلين شهيد ووكادي واحدم سجين غشته المطمه من طاع ولي العرش رب العبادي وارض الرسول اللي شفيع الامه يفوز يوم فيه يمشي الجمادي ولله رحمته وساع تعمه والوصل في الارحام مسك وزبادي طيب على طيب اللذيذ مشمه اتروف بالوالد بحسنه وركادي ذيب ووصل في شال حراف بمه تراه يسهر يوم جاك مرقادي ومنكم نقل هم مع زود همه واصبر على الشطات حر وبرادي يبغي سعدكم راحته مستتمه وحفظ الشرف لضاع عند ردادي اللي يعلوم المدح مهي تهمه للزاد قطع عن كثير الرقادي وغم لابوه وغم خاله وعمه خليه واللي جعل هله النفادي دربه يسار وانت يمنه ويمه وبعد من اللي كل هرجه سرادي قفاي للغايب وراعي منمه كثير هرج منه ماله مفادي ولا بخصته له خبل معمه كذوب في الهرجه ولا نصح زادي وراعي محاليفا على غير ذمه وبعد من القافي وراع الفسادي ترى الردى راعيه مثل المخمه يجمع ويصبح كل جمعه سمادي صوبه سماد ورايحتها مخمه فصيروا معليل والطيب دربه مثل وصف الحمادي والهل مثل تهت يدعيك يمه صيروا معليل الجماعه تسنادي ولا تبر تلقاله نقلها بهمه مركل لهم وانصار فيها السدا وانشار فيها السدادي ويعجبك لعد الكراسي كمه من صلهم وانشار فيها السدادي ويعجبك لعد الكراسي كمه وفو بعلم المجد عند الامجادي وحذور من درب الردى والمذمه لقى مجال بينهم بالعنادي فاز الموالي والبطيني غمه تمت وذكر الله على كل بادي اعداد وابل المزن تلمد الهمه وذكر الرسول اعداد نشر الجرادي اللي لنا يشفع نهار المطمه وسلامه الجميع. صح لسانك صح لسانك يا اخ فلاح والنصيحه يستفاد منها. الصقر يقول يا عيالي كلكم من ظروف يحلكم والتنازع للكم والتصافي منفع. صقر نصافي صح لسانك. انت يا اخ شريده بعد ضيف. نعم طبعا. لكن الضيف يقول ما يسوون الا بعد ثلاثة ايام. هو المفروض راح نسالك في ظرف نص ساعة. هو المفروض ما تشعلون الا عقب ثلاثة ايام. ها؟ المفروض ما تشعلون الا عقب ثلاثة ايام بس انتم تخمون الضيف ساعة وتشعلون. انت الزميل اللي ذا من قديم. ايه. ويقول من طول الغيبات جاب الغناء. جاب الغناء. طيب. ما ندري عاد انت ايش. والله انا طال عمرك انا يعني ضيف. انا ضيف. انا الضيف بحكم تم ضيف. لا احنا ما احنا مسامحين لك لو انك ضيف. بس صار ما انت سامح الا جنبت قصيده الوالده جل اللي مصن عليها وانت قايل لي عنها مطلوبه. تبي قصيدتي ولا تبي الابيات اللي قلت لي؟ لا قصيدتي. لا عطنا الابيات اللي قلت لي خلها هذيك الثانيه احسن. ما اللي قلت لك هذه غزليه يا اخوي ما يصير عقب النصايح غزليه. ما لا غير لا نجيب نبي نغير جو نبي نغير جونا. عطنا الابيات اللي قلت لي. الابيات طال عمرك قصيره لكن ما يخال ما قلدل. انت ضيف هالمره ما احنا مكلفين. والله الابيات يقول راح الهوى واهل الهوى من سنيني. ايه. اليوم حب اهل الغزل والدلاعة. ايه. عز الله اني خابرك ما تبيني تبي تقضي بي من الوقت ساعة. ايه. والله لو بيعت ما تشتريني. لو كان مثموني بسيط اندفاعة. ايه. اللي بغيت اجيك ما تشتهيني ورحت قلت انت السبب بالقطاعة. وانا عليك اشفق من الوالدين وانا عليك اشفق من ام الجنيني. اتلضناها واحد من جماعة. ونجاب علمك واحد في يمين يفز يمه تسن في القلب راعة. والعادة داني هرجت الجالسين يلا هروجي هو حب استماعه. هذا صح لسانك هذه ناقص منها بعد. لا بدل ما اقول لك انت ضيف اظن نزال بالرعيه يقول خابر انك من قديم ما تبيني ما رهيك الا ان شاء الله خير. صح لسانك يا اخ شريف. صح انا بن جوبان. نعم. في ابيات عندك وهي اظن بمناسبه التجنيد. اي نعم. التجنيد الالزامي. اي نعم. شو يقول صح؟ انصح الشباب انه يخدم الوطن والخدمه واجب على الشباب وعلى كل الخدمة طال عمرك ما هي مقتصرة على المدني على الجميع الخدمة الوطن على المدني والعسكري. أي نعم. شو يقول صح؟ يقول بدينا باسم الرحمن وبعد اسمه قلنا النشيد لا يطالب وقتك حان راجع درسك تستفيد
حساب وتاريخ وقرآن، راجع كتبك تراديد، تحفظ عن النسيان ما يسقط كود البليد. أنتم عماد الأوطان، بلدكم فيكم سعيد، ليخلصت الامتحان راجع سجل التجنيد، سجل اسمك بالأركان واخدم وطنك المجيد. سجل اسمك بالأركان واخدم وطنك المجيد، أنتم شباب الأيمان للدولة ذخروا رسيد، واجب على كل إنسان سبيل بلاده شهيد، الخدمة شرف وكدان. شف خالد ابن الوليد كم مرة قاد الفرسان، شجاع وقايد عنيد، خوذ وحذوه يا الشجعان، ما يقعد كود الرعديد، اللي تأخر غلطان، يكتب غبي ما يفيد، ترى الطيب ذكره بان، ما يطلب عفو وتمديد. قبل فوات الأوان حصل الله شكر وحميد، ليا الشباب الفهمان راي حكومتنا رشيد، تبني من أجل الزمان العصر التقدم جديد، ادخل سلك الطيران تدرب عند العميد، ولا سلاح الميدان دبابات وبوريد، أو بحري ضد العدوان صواريخ الله رعيد، لينهيت الخدمة بإحسان يعطونك اللي تريد، اذهب مهندس عمران ليحتاجنا من تابعيد، ولا دكتور فهمان منه بلاده يستفيد، ولا موظف بالديوان ولا مدرس تلاميذ، يا حلو رد العرفان قول بلا فعل ما يفيد، وصلوا على خير إنسان نبي الأمة أكيد وسلامتك. اللهم صلي وسلم. صح لسانك يا أخ صحن، ومثل ما ذكرنا أن الخدمة واجبة على كل واحد، ولا تقتصر على الجيش ولا على الشرطة، على الكل. صح لسانك. صح لسانك. أخ مزيد السريحي. نعم. نبي منك سالفة، الجماعة جابوا قصايد لكن فيه السالفة هذه حقت عبد الله القريفة. اي نعم. ايه شو يقول؟ هذا طال عمرك عبد الله القريفة، صار مات ابوه وهو صغير. ايه. وحنت عليه امه وعيت عن رجاله، وهي بعد مرت ست راح عمرها هوت لنا نماها. ايه. فصارت امورهم صلح وطلع ورع، عمره حوالي ابو 13 و14 وشاه يجينا ال20. وقام ما يسرح في غنم امه، وده في راسه شيء يبغيه ما هم محصله، ما يبي الغنم، ما يبي الغنم ولا يبي روحه، كل يوم هو يغاديه، وكل يوم هو مضيعها، وكل يوم وكل ما سمع له ركب من انطير يبي غزي، قال لزل واحد منهم قال تكفى ما تخليني ردي في الكبر اروح معك. قال لا والله ذلولي ما تردف. وفا مع الجماعه ان القرايفه ان وده بالمغزى، قالوا هذا ما نفع امه دون وحفظ غنم هدون يبي يفيد له. مير لو أنه ينثبر بس ببيت أمه، بيت أمه بويت صغير يقولون. شو اسمه البيت؟ البيت اسمه حقرة، البيت صغير يسمونه حقرة. يعني من المحقرية. اي نعم. فعاد قصد قصيدة طويلة فماني بعارف منها إلا كم بيت. شو يقول؟ ما عليه. فهو يقول أنت عن الجود، أنت عن الطيب والجودة حقرتوني. ايه؟ قلتم عجوز ولدها ما يثلبها، من شوف حقرة بتسيت وشابت عيوني، ضاقت علي الوسيعة لو مشيت بها. قلتوا عن الطيب والجودة حقرتوني، قلتوا عجوز ولدها ما يثلبها، أن درهم الجيش ما حولت لوموني، لحست الخيل طفاح جنايبها. لطب لي طبة وانتو تشوفوني، وعيب على اللي رمى ما شاف مضربها، المرجلة ما تجي لنطير من دوني، ماني ولد عمها، ما هم بني عمها وانا محاربها. فالقصيدة أطول من هذه. صح. فعلا صار القريفة غزا وشافوا فعله، وصار عزيز الجماعة وقاموا يتبعونه فيما بعد. لا كفو عبد الله القريفة. اي نعم، هو واحد من البدانة من طير. لا ونعم. صح لسانك يا ابو حسن. صح بدنك. اخ فهد بن فردوس. نعم. في هذا النبيات بينك وبين سلطان بدر. سلطان. سلطان بن بدر. سلطان بن بدر بالربيعان. بالربيعان. قرب هذا منه شوية شوي، شيله هذا شوي. هذا سلطان بن بدر بالربيعان كان في فوج عمه يومهم كانوا في الوفرة. ورجال له عدد قصائد، والحقيقة قصائد سلطان بن بدر مرغوبة عند أهل الصنف. الله يرحمه. وقصائده زينة. الله يرحمه. شو يقول؟ فهو قال له قصيدة يسندها علي. شو يقول؟ فهو يقول له والله إلا تلني بالها وتل. تلت سريع السير من كف برجوس. ما هو بخطوة لاش لحيل بهذل ونجل مجالس، قال أنا قطع الروس. هذا كلام اللي بلا مثال مزل، يبدع صخر ما يبدع يلقاه منكوس، أنا بلا يمن الغضي لابس الهل وقلبي مع زين التعازيل مطموس. مطموس. يا وانتي من راعي القرن الأشعل، ونين تال الليل جاهل ومضروس، حبه رسب القلب مزيد ينحل، جدد مراسيم الهواء يا بن فردوس. حالكم حال أجرب يتبع الظل، ويدقني مع تالي الليل هاجوس، سميها وضح النقا والقلم كل،
غزيزة الخيال ما ترتع الدوس، أنخاك لعلك المثلي تجمل مطالب منكم دنانير وفلوس. أنخاك لعلك المثلي تجمل مطالب منكم دنانير وفلوس، وإن كان ما جيتوه بالعلم الأشول، وإن كان ما جيتوه بالعلم الأشول غديت مثل اللي على الكبد مدعوس. أنتم مطوعة الصعب لين يندل عجمال، لقيتوا على الخير الخيل كردوس. أما تعذر يا فهد يسمح الكل ولا تروح له مداوير وعسوس. تمت وأنا السلطان والقلب ممل، واللي مولعني من البيض ناعوس، وما ينعد القلب عوج ما تعدل، وما ينفع الشايب تعاليم ودروس ودروس. عندما جاتني القصيدة فرديت عليها أقول جاني كتاب فيه هرج مرتل للشاعر اللي رتب القيل بدروس. حييت يا خط اللي فابه مرسل، جواب من هو جواب من هو حاوي كل ناموس، يا مرحبا بالخط واللي بعد شل، عساه من كل المقادير محروس، يا بندر الممدوح لقيته فقل، والعلم ما ينفع اليسار مدسوس مدسوس. سلطان يا فرزل وقذب منذل، من لابتن لهم تواريخ ورموس، يا شوق من عوده ليان المعزل، عوده ليان وزاهين كل ملبوس، يا شوق من عوده ليان المعزل، عوده ليان وزاهين كل ملبوس. وقم الشهر وانا من الخل بسأل، وسط المناطق صرت له نوع جاسوس، نشت في البلدان ومن كان يرحل، وايضا وانا من خطكم صرت محسوس، والليل كله بايت النات ململ، محترنا ما بين هجسن وهاجوس، واسم القضي واضحة إذا كان لحل، وإن كان ما هو له ترى الرأي مديوس، جواب من هو للتماثيل عد لسانه على مراد أقطع من الموس. وليلام اللي بخله تغزل، حبل الهوى من بينهم صار ممسوس، وإن كان أبوها طيب بك تجمل، وإن كان أبوها دول لتطبخ الهوس، لولي بنات كان فيهن تدلل، ما هو كلام اللي خبيثين ونجوس. سلطان يا سلطان قبلك تمشكل، عنتر على عبله شكل حب وتعوس، كم واحد من حب خله تغربل قلبه، كما بنن على النار محموس، ورع الهوى بين العرب كانه مختل، ومسلج من بين العرب كانه مضروس. اصبر بحكم الله وربك يسهل، وعليك بالتقوى ترى الخد مانوس، واعمل بعمل الخير حتىك تحصل على جميع الخير، يا مردي القوس يا ابو بدر جتك الرساله، وعجل ووضح لي المعنى بلا خماس وسدوس هذا، وسامحني على القيل لو قل فاجاني المكتوب، وصار الهوى صار الهوى كوس. صح لسانك وياكم، صح لسانك والله. انا شاعر هو انت يا سلطان، شاعر سلطان قوي، شاعر قوي ولك صايد بعد زينه ومرغوبه. ودنا هذا عند ابو سعود. ابو سعود عطنا من هالرسائل عندك ان شاء الله. شو يقول؟ ومن الجهره الاخوان تركي راشد فرحان علي محمد السعيد يسالون عن اللي يقول يا عيال يا صرتوا ضيوف ومعازيب ومن تكون لها القصيدة. هذه يا أخوان أنا بعد هذه سألني عنها فهيد بن بداح الحجرف، وهي الواحد اسمه فريج من أهل الجوف عنزي، حتى أنه ذكر اسم فريج فيها. أما مطلعها بيقول قال الذي يقرب لي مكاتيب، يلي تقرون العمى من عناكم، يا عيال اللي تشرفون المراقيب، تريضوا لي وقصروا في إخطاكم، خذوا كلام فريج ما به تكاذيب، مثل السند مضمون للي وراكم، يا عيال لا صرتوا ضيوف ومعازيب، ترى الكلام الزين ملحة تقراكم، وترى السبابه من كبار العذاريب، وكل البلايس ما يطول الحاكم، يا عيال ما سرحتكم للمعازيب، ويا عيال ما عمر المعزب ولاكم، ويا عيال ما صفعتكم بالمصاليب، ولا سمعوا الجيران لجت بكاكم، والمذهب الطيب هو مذهب الطيب، والمذهب الخايب يبور انساكم، خوالكم يا عيال من ماكر الطيب، يا عيال ما ادري هالردى وين جاكم، يا ما تغرشيت القبايلكم الذيب، من خوف ان يكسر عليكم عشاكم، وتعبت رجليني بحامي اللواهيب، خليت لحم الريم خالط عشاكم، يا عيال يا عيال الردى ما بكم طيب، اللي على الوالد كثير لغاكم، يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب، وهذا محل قعودنا في ذراكم، قمت تركبوا عوج المشاعيب، وقصرة اخطانا يوم طالت اخطاكم، لابد ما هو عاوي دوني الذيب، في القبر ما فرق طيبكم من رداكم. من رداكم. بعد. ومن صهد العوازم مبارك عبد الله وسعد خالد وخيون كيف وسلمان كيف وعبد الرحمن سعود. الجميع يطلبون جرة على الربابة للسيد طلق الرجعان. طلق الرجعان هذا هو موجود معنا يسمعهم في نهاية الرسائل. ومن الأخوان بالجيش الكويتي حمود النفل المهاوش وسعود عواد العتيبي وغريب سالم العجمي ومضي قويضي العنزي وصالح مدله الرشيدي وسالم محمد الحويطي وحمد رحيل الشمري. الجميع يسألون عن القصيدة اللي يقول يالله وأنا طالبك حمرا هوا بالي يروح الجيش طفاح جنايبها. هذه يا أخوان سبقنا نسبتها الواحد إن اسمه فراج بالريفة القرقاح قحطاني، ولا أزال عند كلامي، لأنه أولا أنه ذكر المواقع مواقعهم، لأن كل قبيلة لها مواقع ولها حدود،
وثاني انه ذكر يقول ربي عبيده وعبيده من قحطان، ولكن انا جاني مرشد البذالي وقال انها الواحد الرشيدي، كذلك جوني ربع عجمان وقالوا انها الواحد إن اسمه الشويعر من الشواوله من العجمان، ولكن اخر من يرويها لي ويقول انها القحطاني هو ناصر ابن مهدي من الوداعين من الدواسر، وهو مقدم برنامج الباديه في اذاعه قطر. اما مطلعها ويقول قالب الريفه، هذا مطلعها قالب الريفه بدا في مرقب عالي بعد المراقيب تومي بها بايبها، يا مرقب جاك من الامطار همالي، بمزون صيف من المنشاه يهلبها، هيض على القلب امور قبلها سالي، وذكر على القلب وديان الربا يتبها، هيض علينا شدوق الثفن وجبالي، وعطف الضريب الى زانت جوانبها، كمرت قد نزلنا عشبها المالي، ببيوتنا اللي يتزب من يلوذبها، نبني بيوت بعراف وجهالي، ونجن در من حفيف ما نزهبها، صبيان مفلحوهم حماية التالي، بحمول صلفات عطيبات ضرايبها، صبيان مفلح تفك المنجم الخالي، كسابة الطيب حامية الركايبها، وربيع عبيده، لاحظ البيت هذا، ربيع عبيده وانا من حربهم جالي، هل سربت بالضحات اشعاك سايبها، وانشد عبيده هل الطولات من حالي، وانشد لجانيب يوم من نقاربها، والقصيده طويله تطول علينا ما نقدر عاد نكملها. وش يقول بعد؟ ومن الاخوان متعب محيسن حميدي وخلف محمد فرحان وفاضل عياش عبد الله وخلف محمد خلف، الجميع يسالون عن القصيده اللي منها هذا البيت. يا جاك مطر شان وقالم نمر وين؟ هذه كلها القصيده. هذه النمر بن عدوان معروفه ولا بد نجيبها؟ بعد. وكذلك يطلبون اللي منها هذا البيت. يسقيك يا وادن شمالي عنازه. هذه لمحمد السديري وهي مرثيه في ورنس بن شعلان، معنا عايض الحبابي عن نسمع هذا. ومن الاخوان عزيز خلف العنزي وسعود عواد العتيبي صالح مدله الرشيدي ومدلول مطر الشمري وسالم محمد الحويطي حمود زبن الشمري ابراهيم محمد العتيبي وفرحان مطلق الشمري، الجميع يسالون عن القصيده اللي منها هذا البيت. يا اهل الونيت اللي مشى غيبت الشمس، والثانيه اللي يقول يراك من فوق خمس وثماني. ثماني. اما الاولى يا اخوان اللي يقول يا اهل الونيت اللي مشى غيبت الشمس، فهذه للمرحوم سلطان بن بدر بن ربيعان اللي كنا جبنا قصيدته قبل شوي مع ابن فردوس، واولها يقول يا اهل الونيت اللي مشى طلعت الشمس، هافن عليهم نشكر التتن عينه، الله يجيرهم مصادف هل الجمس اللي الحزات الخطر، معتبينه لا شاف السواق عشره غدت خمس لو كان سالم، كانهم قاضبينه ما تركبون، ومولع خاطره عمسي بالنفود وسجت بالدفينه، علمي ما الهوف الحشا قبل امس اللي كما عين الوحش، لون عينه قفابها اللي على العيون الطمس في موتر، لما الكسر المكينه لا والله الا صاحبي بعد الرمس حط الحفر، وام الجماجم يمينه كنا اطول. ومن الاخ حسني السهدي من الرقه يسال عن القصيده اللي منها هذا البيت. الله على مزة شفايا منيرة. شفايا منيرة هذه طال عمرك للشاعر المعروف محمد بن جدوع، وهي لها نوع سالفة. هذا كانت عندهم ذبيحة، وعندما خلصوا الرجال من الذبيحة رجعوها على الحريم، وعندما قعدن على الصحن لفيه ساق الذبيحة، قال من اللي يكسر العظم هذا؟ لعيون محمد بن جدوع. قضبتها هذه منيرة وكسرتها على ضرسها وانكسرت ثنيتها مع العظم. وردوا له الخبر قالوا انها كسرت العظم وانكسرت ثنيتها معه. قال عاد نعم، قال عاد هو مغير بيتي. قال الله على مزة شفايا منيره من الصبح لين الشمس تضرب بحرها، ومزة الثنايا اللي حديهن صغيره اللي ترى عاد من الذبيحه كسرها. كسرها اطول بعد. نعم. ومن الاخوان بالجهره فهد عط الله وبدر خالد ومحمد خلف احمد عبد الله، الجميع يسالون عن القصيده اللي منها هذا البيت. مزن تزبر يم عرعر وبالغور وبالغور تقول له القصيدة. وبالغور هذه نعتذر عنها يا اخوان، وهي لساجر الرفدي اظنها، والله ساجر الرفدي يما ساجر الرفدي ولا الخلف الاذن، لكن لساجر الرفدي ساجر. ومن الاخوان بالفحاحيل غباش مضحي الفضلي وفهد حامد رميح الفضلي، الجميع يطلبون قصيده بركات الشريف. هذه طويله يا اخوان ولا يمكن نجيبها من ضمن الرسائل، لكن نوعدكم فيما بعد. ومن الاخ محمد خلف وعبد الله العنزي من الجهرة يسألون على القصيدة اللي يقول يا محل الفنجال معسيحة البال. هذه معروف، هذه دائما نجيب الشيخ راكان الحفلين متكرره ونعرفها. خلاص والله في باقي بس يطول لا ما عليه خله. في عندنا لغز من الاخ غالي محارب الشمري من مينا سعود، احنا راح نعرضه عليكم كلكم الحين. لغز الاخ محارب يقول انشدك عن عذرا هل يضربونه، هي على اللهجه الشمريه جايبها. انشدك عن عذرا هل يضربونه الا تعنوا له جو في محله، ما عمر هلا دمعت من عيونه من كثر ما تدمح لهم كل زله. شو تقول يا شريده؟ والله عرضه على هالشعر انا. شو تقول يا صح؟ والله في حياه. شو تقول في جماعه؟ والله انا عرضه على طلق ايهاب معك
مرحبا. تدرون شلون؟ احنا معنا ضيف، والضيف هذا ما سالناه لكن نبي نوجه له اللغز. وجه عامر. حول عليه. عامر بن حماد، شو تقول؟ والله اقول عده مره ثانيه، انت الليله يا ابو عبد الله كنت تهدد ضيوفك لكن ما يخالف. يقول انشدك عن عذرا هله يضربونه، اللي يتعنوا له جو في محله. من ما عمر هله الدمع من عيونه من كثر ما تدمح لهم كل زله. والله انا بهدف هدف. ايه. ان وافقت كمل ربنا ان شاء الله. انسان مهيب الكوره والله. الكوره؟ اي نعم. لا هذه لا صدق. الله صادها الرجال. صدق نبي ندخل عليكم يا ضيوفنا ولا قدرنا. الحمد لله اللي الله. لا صح لسانك. سترنا من معذبنا. لا طلق. نبي انت عاد سمعت الطلب اللي مساء. اي نعم. هذا لا عادهم تراهم اللي بلشوا كله احنا. لا حاضر. يمكن نسامحك. ود له. بس لا طول علينا ترى زميلك راعي العود بعد. لحق. تصعب عليا لتنام
لسانك صح لسانك يا ابو سعيد احبابي. نعم. هذه مطلوبه عندنا، ما ادري هي طويله قصيده سيد الامير محمد. تقريبا 20 بيت نسمع من هاته. عندنا الامير محمد يرثي ورنس ورنس بن شعلان. ورنس بن شعلان يقول يقول يسقيك يا وادي شمال يعنازه غرب الولد يا علي شرق الطريبيل. ايه. يسقيه نوم ممطر من عيازه على رغاب القاع فيض من النيل. ايه. عز الله انه مات فيها جنازه صميد عين توصف عليه الرجاجيل له في عازات ولي فيه عازه وقت اللزوم الى حصل في الدهر ميل. ما لوم قلبي لو يزوده اهتزازه وجر الونين وشاف ضيم الغرابيل. قلب عينك ما شن تفتق خرازه عليه دمعات المحاجر هماليل. حر جزوع ما بقلبه حزازه تفجرا شنات قلبه مباهيل. تقصر يمين اللي بالايام هازه يرجع ذليل فاقد العقل بهليل. اللي على ضده ثقيل مرازه اخو محمد صافي الذهن. اللي على ضده حلحيل. ثقيل مرازه اخو محمد صافي الذهن حلحيل. كفو قلبه من البولاد ما هو قزازه والله ما ادري لكن يقول والذل ما يلقى عليه داخل الشردان. لا داخل الشردان ما هو نزازه. والذل ما يلقى عليه المداخيل. هزيم حطه فوق قبره حطوا حفرته بالعزازه. براس الطويله وارفع القبر بالحيل. ومن الذهب حطوا القبر ركازه مصافي الياقوت حطوا قناديل. حتى يجي اللي بعيد مرازه ويلقى بقربه شم خلقود والحيل. والقصيده طويله لكن لابد نوعد الاخوان ان شاء الله لابد نجيبها في وقتها وسع. اخ هويدي هويدي رشيد ها نبي نسمع من العود شوي لو تسمعنا يعني بس ان عندنا بعد المحاوره. ترجمة
قفلت عيونه وتحداني انت سيد البيض يا كامل الزيني حيث فيك الحسن اشكالي والواني سانك. الأغنية أظن أطول من هذه بس أنت اختصرت. لا شكرا طال عمرك ما قصرت. أما الآن عزيزي المشاهد فنرجع مع المحاورة، والمحاورة لها دور كبير في برامجنا، ومحاورتنا في هذه الليلة بين الشاعرين شليويح بن شلاح ومستور العصيمي، والأخ مستور العصيمي كان من ضمن الأخوان الشعراء السعوديين اللي زاروا ديوانية الشعراء في الآونة الأخيرة. خلونا مع هذه المحاورة. الشاعر اللي هوا جسد قود قادت يا ملعلا والمعزة بالعلالي قادت يا ملعلا والمعزة بالعلالي يا العصيم كل شاعر يولع من زنود بيع غالي والرياجيل تشريك الغالي بيع غالي والرياجيل تشريك الغالي من يلي يشلي ويحصف في خدوده الله الله سيفي وسيفك من أيام أبو زيد الهلال ثاني اللي يشيلي ويحصف قفي خدود انتبه للعلم وعرف صدوره من وروده لا تظل الدلو تصفج عليك بكل جالي انتبه للعلم واعرف صدوره من وروده الضلع والضلع راسه من حيوده يا جبال كل ساعه مجاب لها جبالي يا جبال كل ساعه مجاب لها جبالي هذه المحاوره هي كانت اطول من هذا ولكن نوعدكم ان شاء الله انها محفوظه عندنا ولا بد اعادتها في وقت اوسع. وبهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى نهايه برنامجنا هذا، وعلى امل ان نلتقي معكم في حلقات اخرى، فحتى أن يحين ذلك الموعد نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. تحياتنا لكم مع تحيات المخرج صياح العدواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.